السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مس؟ أهلا وسهلا حبيبتي رنا. أهلا وسهلا يا رنا، مورينا. استفسار بس حضرتك، يعني مش سؤال قوي بس كنت عايزة أسأل حضرتك، معلش بس تقول لنا نمشي ازاي كمراجعة وحال نظام، بس يعني تنظم لنا وقتنا ازاي، مش هاخد من وقت حضرتك لا كتير. يا حبيبتي، ده انت تأمرينا. حاضر يا حبيبتي، حاضر. ربنا يخليك، شكرا عندك أي جدا. سؤال تاني؟ لا شكرا شكرا حاضر يا حبيبتي، حضرتك، هنرد لك على السؤال ده. حاضر. ماشي يا مس، شكرا، عايزين سلام بقى حضرتك سلام. نقول للولاد بشوش كده، احنا فاضل لنا بالظبط ليوم، يعني قول 3 اسابيع من 5 وشهر 4. رتب لنا، احنا معانا 4 شابتر كاملين و3 دروس من شابتر الاورجانيك. قول لنا نعمل ايه، خصوصا انه احنا هيجي لنا اكيد، دي مش محتاجة ذكاء، تفاصيل التفاصيل. يعني كنا زمان بنقول لهم حل امتحانات السنين اللي فاتت بس وذاكر وخلاص، دلوقتي لا، انا اعتقد ده هيبقى في يعني خطة تانية. اتفضل. يعني انا بفترض ان شاء الله ان الطالب بيبدا كل شابتر ياخده في اسبوع، يعني سي هاخد شابتر 1 هذاكره كويس قوي قوي، ارجع للشابتر كويس قوي، اشوف المين بوينتس بتاعت الشابتر، اشوف الاسئله بتاعته كلها الموجوده في كتاب المدرسه، في الامتحانات اللي جت قبل كده، في الكتب الخارجيه، في اي ريسورس بالنسبه لي للماده، ابتدي احل الاسئله دي واعمل ستريس عليها. ويا ريت لو انت تعمل ورق كده فلوسكاب صغير، تعمل سمري بسيط قوي قوي للمذاكره اللي انت بتذاكرها. الاسبوع اللي بعده، الشابتر اللي بعده، الاسبوع اللي بعده، وهكذا، بحيث يبقى انا خدت في خلال شهر رجعت الايه؟ ال4 شابتر الاولانيين. وبعدين ابتدي الاسبوع اللي بعده اخد الايه؟ الاورجانيك. ارجع بعد كده، بعد ما اخلص، انا شايف ان افضل ان انا ابدا احل امتحانات. من حل الامتحانات الحاجات اللي هي بتقف قدامي، يبقى انا بعمل شرطه كده عليها، بحدد النقط دي وابتدي ارجع لها تاني. لكن كل ما احل قدر كبير من الامتحانات كل ما كان ده افضل. خلاص، فدي بقى تنظيم كده. يبقى هنعمل ايه يا رنا؟ هنبدأ مثلا ان شاء الله من بكره يوم السبت بإذن الله هتبدأي تذاكري ساي شابتر 1. اوكي، شوفي انت عايز تبدأي من الاخر للاول ولا من الاول للاخر، دي حاجة ترجع لك انت. المهم انك هتاخدي الشابتر على بعضيه، هتقري كويس وهتبدأي تحلي عليه بس، وبعدين الشابتر الاسبوع اللي بعده وهكذا. خلصتي مراجعة شابتر شابتر، هتبدأي تمسكي تحلي امتحانات على المجمل. رأيي امتحانات سنين سابقة، امتحانات كتب خارجية، امتحانات أزهر، امتحانات، يعني دوري في كل المصادر، لأنه أنت محتاجة تتسألي، يعني هتتسألي في التفاصيل. الأسئلة هتبين لك نقط الضعف اللي عندك. أنت، أنا كنت في ما بجاوبش في الحتة دي، يبقى أنا الحتة دي مش حلوة فيها، أرجع أذاكرها تاني بس كده. هو في مس، انا بقترح برضو، انا يفضل ان في اليوم الواحد اذاكر اكتر من ماده، يعني ان انا اذاكر ماده واحده بس في اليوم، هبدا الاول تحصيلي عالي عشان بيبدا يقل يقل. انا افضل ان انا اكتر من ماده اراجعها في اليوم، بحيث ان انا لما اقسم المواد على الاسبوع يبقى كل ماده هتذاكر لها يومين او 3 ايام في الاسبوع، ما اقعدش استنى الماده مثلا اذاكر الكيمستري يوم السبت واستنى للسبت اللي بعده على بال ما اخد هكون الكيمستري. نسيت كمان، بالظبط صح، بالظبط، يعني وكل ماشي. حسب بقى طريقته. وطبعا يا رنا، يعني بالذات المذاكره بتختلف من طالب للتاني، انت بتحاولي تعملي، يعني لو انا قلت لك مثلا ان انا بذاكر في اليوم مش عارفه قد ايه من الوقت وقد إيه، بتختلف، في واحد لا يذاكر ويقوم ويذاكر، وفي واحد لا يقعد برضو، يعني الوسطيه، يعني لا تفريط ولا افراط، يعني لا تسيبي قوي ولا تزنقي على نفسك قوي، عشان برضو ايه الموضوع ما يبقاش مضايق ليكي او كده. واحده واحده بس برضو على حسب قدراتك، ومعلش اعلي على قدراتك شويه. رب الله الموفق يا بنتي، واحنا تحت امرك.